حنايا كادر اتيليه ادريس الزكويلي تصميم الازياء والخياطات. هدفنا من هذا الاتيليه اللي هو درجه من مصنع حديد حاجه على قد الحال، كان هدفنا ان صنع في ليبيا، نبغوا نعززوا هذا الاسم بما يتسم من مواصفات الجوده والقياسات العاليه على مستوى العالم، لان جايه من دراسه عليا لاصحاب التخصص. فكانت الفكره ان واحده من الصديقات اتصلت قالت شوفوا المصانع اللي تجهز في الكمامات، بعتوها ونزلتها اني في الفيسبوك، شوفوا هذا بدون فيروس ويبعتونا في كمامات، الله المستعان. فليش انتم ما تشتغلوش الكمامات، انتم فيكم المواصفات والصفات. فهني عجبتني فكرة، قلت انت بارك الله فيك على طول اشتغلت، ان فكرت انني نشتغل على الالياف بحكم تخصصي. اول حاجة فكرتش في حاجة اسمها قماش، لان لا تؤدي الغرض. القماش اللي هي الخامة اللي هي الشيط الطبي اللي نحط غطاء على البريلات وفي الأسرة داخل المساحات والمستشفيات، طبقناها على اثنين، خديت القياس. طبعا هم في أندونيسيا وفي الدول اللي تصدر لنا واخدين القياس على حسب وجههم وفي مواصفات بالنسبة لهم. لا أنا ابتعدت عن النقطة هذه، قلت تحنين هي الكمامة نحمل الوجه كله منين، من الملامسة اليدين للعينين أو الفم نحمل الوجه بقدر المستطاع. فحني طبعا بحكم دراستنا تقسيم الوجه في المنطقة الشمال الأفريقي، فحني شوي عظام وجهنا يعني خشين، فعني الكمامة أكيد لازم تكون أكبر شوي باش تحمي الوجه كله. الكمامة هذه أوكي تنعطى لعامة الناس، تنعطى لمرافق الخدمات، تنعطى للناس اللي تعقم في الشوارع، تنعطى للحامة، تنعطى للجزارة تنعطى للمخابز، تنعطى للمواطن على صعيد الأسري. ولكن داخل حجرة العمليات وداخل ومع المسعفين الصحيين مع الحالات لا قدر الله الا المصابه، وحاليا ما عندناش الا حاله وان شاء الله تنقضي على خير، ممنوعه لان ما تتسمش بالصفه اللي هي بتحمي المسافه اللي هي على الخشم بحكم هي ما فيهاش دعامه. من اول ما بدينا كانت مجهودات خاصه من البنات اللي معانا نفسهم، كل واحده بطريقتها الخاصه جابت، وأصدقاء صديقاتنا في مجموعة دكتورات حتى هم بارك الله فيهم أمنونا منا عدد كبير، ومنهم نذكر الدكتورة صفاء بوغرارة بارك الله فيها ونشكرها، والمجلس البلدي تجورة رحب بالفكرة جدا بارك الله فيهم، وهم حتى هم وعدونا بالدعم. ليبيا معطاءة، ليبيا ولادة، وليبيا فيها ناس وطنية وناس مجتهدة، بس أين أنت يا دولة من هذه الفئة؟